الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد جاءنا سؤال من أخ كريم يقول: ما هو بيان الحكم الشرعي في الرسم والتصوير وتعليق الصور على الحائط وبيعها؟ نقول: وبالله التوفيق، لا مانع شرعا من الرسم والتصوير الضوئي وتعليق هذه الصور على الحائط وبيعها، ولكن بشرط ألا تكون عارية أو داعية إلى فتنة أو بها شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم.